فالتواصل بين الجنسين إذا لم يدعو له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة القصوى أو المصلحة الراجحة فإن الأصل فيه التحريم. ولذلك تجد أن الشريعة باعدت بين أنفاس الرجال والنساء وسدت جميع الذرائع التي تفضي إلى وقوع شيء من الفواحش. ولا إخال هذا التطبيق الذي يخرج فيه الرجل مع المرأة كاشفة وجهها ومتجملة ومتبرجة يتضاحكان ويتسامران ويتبادلان الهدايا ويتبادلان النظرات أمام الملايين من المسلمين والمتابعين، إلا والله من أعظم الذرائع التي تدعو إلى الفواحش. فالواجب على المسلمين رجالا ونساء أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في أعراض المسلمين، فإن الأصل في أعراض المسلمين التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أموالكم وأعراضكم وأنفسكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. وتجد أن الشريعة حرمت نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال إلا في حدود الضرورة أو الحاجة والمصلحة الراجحة، وحرمت سفر المرأة بلا محرم لسد ذريعة ذلك، وحرمت خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية إلا في هذه الحدود، وحرمت كذلك تبرجها وحرمت سفورها، بل إنها فصلت بين صفوف الرجال والنساء بالصلاة، بالصلاة أيها المسلمون بالصلاة، وهم واقفون بين يدي الله عز وجل. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، كل ذلك من باب سد ذرائع التواصل بين الجنسين إلا في حدود التي تدعو لها الضرورة أو الحاجة الملحة أو المصلحة الراجحة. لا تغر